لك في ماتش ما اعرفش حارس او لاعب كان بيضيع وقت. الانتاج الحربي. ايوه، وانت بتقول له، قلت له نفس الكلمه دي. قلت له انت لو ربنا كاتب لك انك تتعادل او تخسر هتخسر، كان ساعتها 2-2 وفي الماتش ده بعدها بثلاث اجوان كسبنا 3-2. بعدها بثواني يعني كسبنا الاهلي والحمد كسب لله 3-2. بالظبط. امتى بيبقى عندك يقين انه النهارده يومي؟ يعني في ايام كده بتحس انه النهارده ربنا كده ايه فتحها في وشي، سمعت كلمتين حلوين، خدت دعوه حلوه من امي، يعني امتى الشعور ده بيجي لك؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه. انا من وانا صغير وانا بحب يوم الجمعه، الله. فيمكن ربنا كتب اليوم ده اللي انا اعمل حاجه فيه حلوه عشان كده. انا من وانا صغير كنت احب اليوم ده جدا لان اليوم ده حلو، كان دايما طبعا. بيبقى يوم اجازه، نعم. بنصحى بدري نلعب كوره مع اصحابي، صلاه الجمعه بتيجي. كانت زمان بقى يا كابتن صلاه الجمعه كنا في البلد، لا متعه. متعة. طبعا دلوقتي احنا عشان شغلنا والمعسكرات الكتير في اغلبيه الصلاه بنصلي في الجامع، في نعم. المعسكر او في الفندق مع بعض، يعني قليل لما بنروح الجامع دلوقتي، بحيث ان احنا بنبقى دايما في المعسكرات. يعني نعم. الاول كنا دايما بنستنى يوم الجمعه عشان صلاه في الجمعه. الدقيقة الجلابية؟ لازم لازم، دي اهم يعني حاجه لما دي. تقف البلد لحد دلوقتي في صلاة الجمعة جلابية صلاه وبتنزل. العيد على طول بلبس جلابيه يعني. صلاة العيد. لا في حاجات كده عندي يعني على طول ما بتتغيرش يعني. فاليوم الجمعه ده حلو بصراحه، يعني في حاجات كتير حلوه يعني. طبعا يوم الجمعة من أجمل الأيام. طيب تعالى.